ليش الناس تحب الجامد؟ منافقة ممكن تكون. يعني هيك سويت الدنيا كلها منافقة. اكو ناس ما يستاهلون. ما يستاهلون حتى مجاملة. ما يستاهلون. سوالف الصراحة راحة، عوفوها إلى نهاية المقطع. دائما ما تكون الصراحة المجردة نوعا من الجلد. بالمقابل المجاملة قد تكون غزو فكري أصابنا، ونحن فعليا ندري بهالشيء. الشخصية المجاملة شخصية كلش محبوبة وكيوت وحبابة، أما الصريحة لا صاحب ولا صديق. خلينا نشوف آراء الناس ونرجع لكم. أكو ناس تجامل طبعا، هذا الشيء ما أدري، لا كلهم مجاملين؟ يعني بس الأغلب لا. الأغلب ممتاز. طيب أكو ناس تجامل، إيه؟ شنو السبب؟ ليش؟ منافقة ممكن تكون. يعني هيك سويت الدنيا كلها منافقة. صراحة يعني ما تشوفين أكو مواقف تطلب مجاملة؟ ما أتوقع. انتي ما تجاملين ابد؟ لا. يعني هسه اللقاء هذا كان حلو لو مو حلو؟ حلو. هاي مو مجاملة؟ هاي الحمد لله. يمكن يعني حتى تمشي مع الحياة وتساير الامور و... صح تماشي الحياة. وانتي ما تجاملين اي احد؟ صديقاتك شيء؟ امبلى الناس اللي يعني قريبين علي، بس اللي نهائيا ما. طيب مو المفروض القريبين هم اولى انه نصارحهم باعتبار انه ما راح يزعلون مثلا؟ بلا صحيح. صح؟ بس على نطاق انه المجامله مع الناس اللي ما نحبهم او ما نوالمهم لا، هاي المجامله ممنوعه. يعني يبقى اكو ناس حياتهم كلها مبنيه على المجامله. انا حس هاي حياه يعني عشان نقول نحن بالمصطلح حياه كذبيه، يعني ما كذبيه يعني ما حقيقيه. صح. ماكو ترابط، يعني ماكو عشان نقول الفه بين القلوب، لان يا واحد عيجامل الاخ، واحد عيوف بالاخ انه عيجامل الشخص الاخر يعني المقابله. ف يعني حاسه علاقه ما حقيقيه، ممكن تنتهي يعني بوقت جدا قصير. يعني منو تجامل ومنو ما تجامل؟ اكو ناس ما يستاهلون. ما يستاهلون حتى مجامله. ما يستاهلون. اكو ناس يعني ابغاسم خير، بس انه ليه انا ابغاسم خير وانت جامل؟ يعني سبب انه تجاملهم لانه براسهم خير؟ يمكن يعني تغطى ليش كل شيء زين. يعني لها علاقه ممكن بالصداقه او هاك الشيء؟ لا ما لا يعني على مود لا تضوج واحد، خلينا نقول. طيب اذا كان صديقك؟ صديقي لا، لا صديقي بوتشو. ما تمام؟ اي والله بوتشو. تخسر صديق بالصراحه افضل لو تربحه بالمجامله. معادله صعبه بحاجه الى تفصيل مختصر. لا تكن صريحا لدرجة الإزعاج ولا صريحا لدرجة الوجع. أكو خيط صغير فد مرة خلونا نتمسك به. قد تحتاج الصراحة للتنبيه والمجاملة للتوضيح. فحضرتكم بالأخير قدروا الموقف بين المصارحة والمجاملة.